إخوان السلام عليكم ورحمة الله. وكما القاعدة نبدأ بالمبردات. واللي ما تعرفش هاد المبردة هذا الجينجا واين أو السكينجبير، فهمتي؟ هي مزيانة في البرد يسخنك الداخل، فهمتي؟ إخوانا كما قلت لكم غادي نبداو باللافتات هما الاولانيين، فهمتي؟ لان دوك لي بانو دو بوبليسيتي اللي كاينين في المدن عاطينهم لصحابهم ترزقوا فيهم، فهمتي؟ ضاربين فيها الفلوس. شنو دوك لي بانو اللي تشوفو في الطرقان الرئيسيه ديال المدن ديالكم؟ هادوك شدها المافيا، المافيا هادوك. وسي نتا يقولو دير لي بانو على الاختيار، فهمتي؟ فلهذا ديما تنقول لك شنقولو الشعب، لان الشعب الا كان نزيه هذاك المغرب غادي يولي نقي، نقي من الفاسدين، فهمتي يا اخي المغربي؟ سمعتي قال لك واحد، قال لي واحد علاش انت ساكر؟ يا خويا انا كنت ساكر سوقك، اش يسوق فيا؟ خلق لك شي مشكل؟ ما خلق لك مشكل لا والو. تنشرب فلوسي في البار ديالي انا والمروكي، تنناقشوا المواضيع الاجتماعيه بحال هاد الكلب اللي ناضتي يسب فينا ويشتم فينا، تيشتم في الشعب المغربي. هاد القواد هذا تيستعمل اسم الله باش يسب لي ويسب المروكي، تعدم. فلهذا عاش المروكي، لو ما كانش المروكي ما نكونش انا هنايا نخطب عليكم، لان المروكي هو اللي تكتب الكلمات ديال الخطاب، هو اللي كتب لي هذه، قال لي قول لهم فري الزفزافي ناو، اطلقوا سراح الزفزافي ناو، خرجوا وصيفطوا البرلمان باش يشفر ونشوفوا واش غايدير، فهمتي؟ صافي علاش شادين تما؟ تخسروا عليه الفلوس، صيفطوا قول له خرج بلي ترشح، قول له انت ولدي برلمان، ولا عطيه شي عمده ديك بين النصر ولا كذا، ديك القريه اللي كاينين تما في الريف، بغاو يبعدوها ولا تا هو يشبع فلوس ما بقاش يغوت. ما كاين لا ريف لا كواكب لا بولو، وانتوما حاكرين علينا غير حنايا، غير حنايا ماشي حشومة عليكم، دايرين لنا الضريبة ضريبة ماشي قانونية، ما صوتناش، ملي كنا ترشحو ما قلتوش لنا غتزيدو في الضريبة على الخمر باش تاخدو الضرائب وتمشي تصرفو مع عريوسكم، وتخليو العساكرية تياكلوا العصا قدام البرلمان، انتوما في البرلمان تدوزوا القانون باش تاخذوا الضريبه من الخمر، وبرا تسلخوا لي العسكريه ما مخلصينهمش، لان هاد وزير الماليه فاسد، هذا شعبون ولا شمعون ولا شمن جبدوه، انا صاحب اخنو جبدوه من البرلمان غير وزير الماليه، وباك تيعفى على هذوك صحابو، المناير تيعفي عليهم الضرائب، المناير تيعفي عليهم، هذاك المناير تيعفي عليه هو خليتوه علينا حنايا. يعطيوها العساكرية، يعطيوها البوليس، يعطيوها الجدرم، لا جدرم إلا جامعة الشفارة ما تعطيهم والو، حنا قلنا لكم ما تزيدوش الضريبة، الضريبة نو تاكس أون الكحول، قلناها لكم، ها كتبنا لكم باللغة العالمية، فهمتي؟ واخا الدول المتحدة غيتفقوا معانا، لأن رئيس الحكومة ديالنا كذاب، تيكذب، قال لهم غندير 150 جامعة و 300 سبيطار، ومازال ما شدنا والو. باقي اللي قال لهم غندير لكم 300 سبيطار مسدوده بحال واحد السبيطار في ازيلا اللي فيه هذاك رئيس العمده ولا واحد كان اونسيان مينيستر واقيلا شي حاجه، كنت تلاقيت معاه في لندن ما عندناش هذاك سيدي، وقال لك السبيطار ما فيه حتى شي واحد، تم السكيت والقحبه سالت ليه هذاك سمو البير اسمه الشيفت الوقت ديالو سالا،
وبقى تما بعاش باش يجمع في الرشوه. والسبيطار ما فيه لا طبيب لا فرمليه، لا هذيك الفرمليه الغليظه اللي تشوفها في الكوريدور تجري ما كايناش، تقول شي حاجه وتم الماتيري ما كاينش. ازيلا ازيلا ازيلا، قول لي انتينا العاكي باش جاك الاخبار. ايوا انا عندي صحابي من ازيلا. اه ضحكوا علينا انتي اسيدي، هانت عشا الطاسه طاس فور ذا كاب، هاي هاي الحي محمد يا انتم طاس ضربوا لي هذيك اسمه ما تحتو والله ما قال ما تحتو والله ما عرف ما تحتو واخا ضربوه مصافا هي هاي طاس فور كاب يا الله كاس العرش جيبوه جيبوه اسمه وقول لك داك العمده اللي عندكم ما في ذاك الحي محمدي اصلاح التيراني وجدو، قول لي راه الكاس ديال العرش الكاس ديال العرش غنجيبوه غنجيبوه تما في غدوزوه سد لكم التيران ولد الحرام بغا يبيع الارض بغا يبيع الارض انا عارفه. قال لي واحد مجي تجيك هاد الاخبار. ايوا سيدي اما تجيني اخبار، احنا ما عندناش الوسائل هذا ديال التكنولوجيا. عندنا المراسلين ديالنا في انحاء العالم، شوف العالم كله شحال ديك الكره الارضيه ديال بيدك هكا تبقى تدور، وحنا عندنا هادو كاين اي حاجه في امريكا في الولايات المتحده، عندنا في كندا خلي ديك فرنش سبيكين لا هذيك اخرى انجليش سبيكين هي اللي فيها الخدمه، اما ديك سبيك فرونسي والو ما عندهم والو كاين هذاك العدراوي تيجري بالكاميو ديالو بوحدو تما هادين ممكن لينا العاد. حنا هاد النميمه هاد المراسل تيجيبوا الاخبار على العداله، العداله بالتليفون بحال دابا نهار الخميس كاين غادي يحاكموا داك السيد داك المغني القناوي غادي يحاكموه، ودابا نطلبوا من الجمهور باش يعملوا واحد الوقفه احتجاجيه يوم الخميس امام المحكمه سلميه وبالرخصه، هما يعطيكمش الرخصه سيروا وقفوا ولا كبرات صغار فهمتي ما عليناش، الا بغا يجبدوا الا بغا يجبدوا صداع يجي يجروا عليكم ها الخميس قدام المحكمه في سلا، اذا ما اجلوها ولا الحرام هما غادي ياجلوها ما عليناش، ولكن نتوما سيروا تضامنوا مع ذاك المغني ديالنا ذاك الرابا فهمتي، وقفوا تما وقفه احتجاجيه سلميا ما كاين والو ما كاين صداع لا والو غير هنا، وقراوا غنيو لهم ديك الاغنيه هذيك هذيك ديك عايش في الشعب غنيها لهم الله يرحم باك غنيها لهم الكلاب، لان ما بغا يديروا معنا والو ما بغا يحاكموا لينا هادو لا والو ما تيحاكموهمش اللي يحاكموا يقدروا 17 مليار يقول لك غادي يستنف علاش؟ هذا حاب يستنف يخرجوه استراح الموقت ويخليه يدمسوها بعضيات ما يقول لك بحال دابا انت قاضي يجيك مليار غتحكم عليا غتاخذو وتقول لي حكا القانون الفلان فلان فلاني والحاله هذا وهذا وهذا ودابا راه دوز الشيام ولا ما تلقو ها انا اش يديروا لي عرفتي مليار اي مليار دوزو يعطي لك العداله النزيهه وخرج صافي هادشي اللي خدام هادشي اللي خدام دابا ديك البيعة ديك البيعة القحبة كاين الحزاق هما اللي كذبوا علينا هذا الحزاق، حنا عندنا ممنوع في الشتاء وفي المغرب الحزاق دايما في الحكومة كاين الحزاق الكذوب تيكذبوا عليك ها قالك درنا عندنا واش عاملين الغش في البناء شنو ذوك الديور اللي تيبنيو فيهم في المغرب هادو ديك انفا سيتي وهذا ولا الفاينانشال سيتي ديال كازابلانكا وهذا وهادشي ديال الرباط وهذا وداك الدار ابو القراق هذا كلشي مبني على الغش غادي يريب وستي دابا قالها واحد المغربي شاف شونتيير ما شاف دو بروجي مع دابا شوف دابا قالك المغرب غادي يمشي يتوسع في افريقيا يوم مشاو البنايه غادي يبنيو باش يبنيو ديك رواندا يوم مشاو رواندا تيبنيو هذا والقحبه داك مول الشركه ديال البني قال لك داك الشاف شونتي غش وعرفتي يقول لك بلو اوتيل تما شركه مغربيه شوف هذا كيك لوتيل غيطيح اي وقت مي مشى بغا يشوه بيه ولا شي والقحبه السفير خدم معنا قال لي راكم راكي غادي ندوزوهم للسلطه المكلفه اش داو القحبه عيط لك لونتربرونور داك مول الشركه قال لي حكا هذا وهذا وهذا تفهموا وياه وراقي ما لحقوش الرباط هذاك السفير ديال رواندا داك السفير داك المرشي داك الشفاع انا نقول له واعدها ما خاصها شي حاجه حنا شنو المهمه ديالنا في هذا المنبر التبرقيق راه كيدير داك اسمو حبك يا وطن ولا ما نحبكش يا وطن كتبها قال لك هذا تيشوه به
واش لو حنا غنمشيو للمغرب، المغاربه يمشيو باش هذا ويجيبوا الصبعه ديال المغربيه ويبنيو ويديروا هذا، غادي حتى في الخارج يعملوا الغش عاد ما خلي في المغرب هذا تبني اوتيل. قال لك داك هذا، قال لك شوف ديال قال لك حفتو انت عارف شنو هو، قال لك غادي يريب قال لك نخش نقص من هنا نقص من هنا نقص حتى بحال شي كيف المغرب. وانتم شوفوا هذيك القنطره الجاف ديال سيدي معروف ما تقول لك هذيك تاي شي معوجه كلشي الغش كلشي الغش 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 والو. انا نقول لك من هنايا ايوا دابا انتم هاو شعارنا هو خدم ولا قول. ملك انت ذاك الوزير، انت ذاك الوزير اللي تقول لك تقول لي الملك حطك تما، او يا خي حطك ربي تما، اخدم ولا قول. راه الملك ما كانش غيريح وبدا تشفر ندي صدع عليا كريم. واحد الاخ كتب ماشي دار شي فيديو وقال لي بانني انا عياش و وتنحب الملك وحنا رجعنا في الامور ما عليناش. هو قال لي خصني قال لي بغاني نجاوب، غادي نجاوبك اخويا دابا غادي نجاوبك مع احترامي لك الا كنتي تعرفني راه شوف الفيديو ديالي ديال هذا العام اللي فات من ايامات المقاطعه، لان انا جديد انا عاد انا غير انا باش درت هذا الشيء غير واحد الوزير ديال الماليه ناض سبنا قال لي حنا مدوخين هو تعرفني انا تنخدم في البار وعمري ما كتدخ ديما سكران ما عليناش فهمتي. يقول لي مدوخ انا ضد نجاوب عليه، ومن تما استمرت في فتره ديال اليوتيوب. وانا عمري ما قلت لكم انا مناضل ولا انا ضد الملكيه ولا انا ضد الديانه، قلت لكم من النهار الاول وقلتها لكم تنعاودها وديما نعاودها، لانني داك كاينين يوتيوبر مغاربه في الخارج اللي هما تتكلموا على الملكيه وتتكلموا على الدين وتتكلموا على النضال، باش انا ما عنديش البلاصه تما، لان داك السوق ساجيتيريت فهمتي شنو هي ساجيتيري بالعربيه فايد، دونك ما كاينش نجي واش غنقعد مع عزوز لا، غنقعد مع ياسين لا، غنقعد مع هشام لا، غنقعد مع بلقزيز لا، غنقعد مع ايت احمد لا، غادي نقعد مع بيتا لا، غنقعد معك انت لا، ما نقعدش معكم انايا لانني ماشي انا هذاك ماشي مي علاش انا ندخل معاه. كاينين الناس اللي قادين داك الشغل، انا ما غنزيد ما غنكون شي اضافه فالور اجوتي وجع ما كاينش لا. فلهذا يا اخي المغربي لك الحق تقول لي عياش، وانا عمك سمعتني قلت شي عاش فين عمك مشيتي تفرجتي معايا في الباك تسمعني والعاش البيدات لا، وعلاش تهمني يا خويا تقول لي لا عاش ولا عياش يا خويا حشومة عليك انت ويلي فهمتي ما شكون اللي كبير انا ولا انت ما عليناش. فلهذا يا اخي انا جاوبتك وانا ما تنبدلش يخلقوا لي كونفلي مع هادو الاخوان هادو اللي تيتكلموا على الملكيه والنضال، هادوك بوحدهم الله يعاونهم وتنعلموا شي سوقي فيهم هادوك هذاك، وانا ما نقدرش ندخل معاهم باش ندخل نزاحمهم. فلهذا لكم دين ولي دين، ماشي نبقى نتلاهم مع الملك ونخلي الاخرين يضربوا الضربه ها، لا ما نتلاهاش مع الملك، لان ما كتعرفوا الملك عنده السي في ديالو ما جانيش حازق، باه كان لاباس عليه جدو كان لاباس عليه ايوا، ما نقدوش عليهم عندهم فلوسهم ايوا باش تقول لي انا اللي المشكل اللي عندي مع هادو هاد القحاب اللي من البحر اليوم ولاو عندهم طيارات ببورات قصوره الفلوس من جاهم هادشي. فهذا واش نتكلم انا نتوما تكلموا على شي اللي عندكم وانا خلي نقابل لكم هادو اللي تحتانيين. فلهذا بغيت تقول عياش قول عياش ماشي سوقي دي. فلهذا قالوا لي تتعيش في فنلندا واسي خويا يضرب لك شي فودكا ديال فنلندا سخن مع راسك دير دار فيك تد هو صحتك هادي ايوا انت دابا قلت لي جاوبك انا جاوبتك، ما كنتش غنجاوبش انا ما قد على صداع مع اليوتيوبرز، انا بعد منهم عطيهم التقار ديالهم هما عندهم داكشي اللي كيديروا وانا ما عندي السبيسياليتي ولا عندي السبيسياليتي ديالي انا باعد داكشي داخل سوق راسي فهمتي
انا مقابل لكم هالو القحام، هادو اللي صوتوا عليهم، هادو اللي تدعوا بالدين وبينكم فينا حنايا، هادو اللي مقابلهم انايا. انا ما عندي، انا قلت لك النهار الاول وتعيدوا على داكشي ديال الملكيه ولا هذا الدين، انا تزت مسلم وغادي نبقى مسلم، وانت ولا هو ولا هما ولا نحن ما يحيدوهاش لي من فمي، لان تزت مسلم نبقى مسلم. بحال تقول لي الرجاء، ما الرجاء، واش من الرجاء؟ الرجاء راه ولد درب سلطان، راه جات تأسست عندنا في الدرب، راه بيرجيكوزي ماشي رجاوي، انا ودادي هانتوما تشوفهم. ولكن من بحال البطاس مقاتل فينا غنشجعها، لانني انا بيضاوي، تحيه صاحب الطاس. فلهذا ايوا واش انا بدا نقول لي علاش انت ماشي رجاوي انت ولد درب سلطان؟ لا، لان دوك الرجاوي تعرفهم في المتخلويط، نهار تأسوا في متخلويط معروفة، مع احترامي الكويرية على المسيرين، ما كاين غير الشفارة، المخلويطين تيستعملوا الرجاء لمصالحهم ماشي مصالح الجمهور. فلهذا أنت هذاك يعري، شتي يعري، سقسيه، ولد الدرب هذاك يعري، كان يحبس، قول عندنا في الشيل ما عليناش، سقسيه هذاك، هو تبدل، هو تيعرف الرجاء، كبر معاهم هذاك يعري، فهمتي. فلهذا يا أخي، أخي المواطن، أنا ماشي عياش، ولا بغيتي نكون عياش أنا نقول عياش، ما عليك أنت شي مرة تتفرج في الكرة سمعني يقول عاش الوداد، عرفتي ماشي حاجة عمرك ما تسمعني قلتها، وتنشكرك ونتمنى لك استمرار في النضال ديالك، وتحية للمناضلين، إيوا وعلى، عندما حنا نتكلمنا غنجبدو الإخوان ديالنا نتكلم معاهم بواحد السيد نضيف. المشتو خصي يدير لنا شي معدوبة عشاء، تنتسنى فيه يدير لنا شي معدوبة عشاء داك السيد نضيف ولد الدار البيضاء، وداك سامي بوي غبر عاوتاني، داك سامي بوي تيعيش في لاهاي، مالك حنا هاديك المحكمة ديال الدولية، هاديك سامي بوي هاديك مرة تيخرج ليا بالهانيكن، تحية ليه، واحد الدري ديال عبد الرزاق ولد الدرب عندنا، تيعيش في الجزيرة، هاداك تا هو الله هو نبلغو الإسلام من هاد المنبر. وعاد نتسنى الإخوان ديال صحاب القصر، القصر الكازار، هادوك صحاب لالينيا، هادوك ما تيحشموش، هادوك ما تسمحوا بقى مقلبين روش، قال لي هادوك اللي غنتغداو، أو حتى غنتغدا تبدا بالروج مع هاديك القيدة، فتحية للإخوان ديال لالينيا، وتهلاو في القرودة اللي كاينين فوق الجبل، تهلاو فيهم ما عليناش، إيوا. واحد الأخ قال لي بوكورينوس، ما بوكورينوس، بوكورينوس مع هاديك الشاري هاكا اللي ديرها، وتكب لها داك الكاس ديال الشاري، تعقلوا على داك الشاري المغاربه كاع عندنا في المغرب، تيو بيبي، خلي القهوه اللي كاينه في لاكوت، تيو خلي تيديروا لها بيبليسيتي، دوك لي بانو بيبليسيتي اللي شدوهم لهاد القحام، تما تشوف تيو بيبي، وسان رافائيل، تعقلوا على سان رافائيل، وهاد صحاب الدار تعقلوا عليها، تعقلوا عليها اللي ديرها، حدا 17 ايطاج، داك الشوت صونيغ، ما عليناش، ولا الضرب اللي يعرفوها. لا دابا اش نتكلموا، دابا واحد المغرب كتب لي قال لي يا خويا ديك عندك بن سليمان، انا بن سليمان عارفه ما تعرفهاش، يعني دوك خوتي شارين تما شي بقيعات ولا الديور، واش نقول لهم تما كاين الغيس ما كاين والو، هذيك هذيك الناحيه عطيها 100 عام عاد تولي ديفلوبي، ما عليناش. وقال لك واحد صاحبو، انا واحد ولد بورنازيل الله ما عرفش بورنازيل مسكين، حرت مر شحال من عام وتيحرت في الخارج، شرا ارض فلاحيه، واش غادي يدير الفلاحه؟ غتزرع لي طباك ولا الكورن، تحبس في امريكا، قال لك شرا ارض فلاحيه، مشاو جاو لقى معمل ديال البنوات، ارض فلاحيه، نهار الاول قال لي ارض فلاحيه، مشاو جاو لقى دير لي شركه حداه، شركه ولا ما عرفتش كي ديال البنوات، شوف التخربيق دابا، شكون اللي عطى البيرميسيون لهاد الشركه هادي؟ الا كانت ارض فلاحيه تبقى فلاحيه، ولا شي واحد ولاو بيترجعوها ارض ديال التخلويط، كتبوا للسيد، كتبوا ليه قول ليه بان غادي نديروا غنغيروا البلان ديال هاد الناحيه، وغنديروا معمل ديال الكواتش وحداك، واش قابل ولا ما قابلش؟ ما كتبوا ليه والو، دمصوها، خدوا رشوه، ودابا السيد مسكين طلع في المحاكم، هذا ودابا واخا التقاعد ديالو غادي يموت مسكين، ها هو شيش نقول لك ما تشتروش في المغرب، مالكم ما محميينش، لان القانون فاسد عندنا فهمتي، هذه معروفه ماشي انا نقولها، هما تيقولوها،
خلينا لك داك المنفوخ داك الراميد يقولك حق العداله تاخذوا مجراها ولا امانه ولا تعوينه امانيناش فهمتي هذاك خلينا كذوب هذا الشيء غير كذوب العداله النازيه ما كاين لا نازيه لا والو والله طيح بها الدم تلقى طلع وتهول ما كاين غير 200 درهم دخلها 200 درهم خرجها وزيد عاد زيد على الثمن انا واحد ولد درمنا بكري كنت ديما نشوف لابس كومبلي غالي كومبلي طاب طاب خدام في المحكمه من المحكمه واحد المره دز من تما ويبان لي تما في الزنقه تنشوف فيه بحاكا والو نشوف مره مره تيدخل بحاكا ويتكلم معايا بار الله اش كندير ديال التوت تما تيديك عند شي محامي ولا يقول بدي هذا ولا ماشي هذيك يحفظ وتياخذ الفلوس وعايش والله لاباس عليه دائما جاي سكران دائما يكون نهار كومبلي تيفيق مع الصباح ديسيبليني هو غادي للمحكمه خدام في المحكمه ونمشي نشوف ما لقيت والو خدام بقى عند الخويط ولات البلاد ديك الساعه ولات البلاد تطور الله يبلع العائله ديالو كلشي مانيش فلي هذا ما كاين لا عداله ولا ما هذا ما تشروش في المغرب ما تشروش لاني غادي نقلبوكم وهما قلبوا هما قلبوا الشركات الكبرى الشركات العالميه قلبوها ما عليها كانت فرنسا لان فرنسا تقول لي اش معقله بك غادي نعطيك العصا نخشو لك في الفريكو فريزي فرنسا فلهذا يا اخي لهذوك الناس اللي يبغوا يبدلوا النظام ما غيتبدلش واش فرنسا غتسمح في حقها ما تسمحش فيه فهمتي ولا بغيتو ديروا الفوضى غادي يجيبوا لكم بروتكتيرا كما داروا بكري يعاودوا عاوتاني راه العلوي صعاب اذا شافوا العرش غيمشي يجيبوا فرنسا ثاني يديروا لنا بروتكتيرا عاوتاني وكاين المره اللي داروها نخليو ديرو ديما ما كاين بروتكتيرا بالكاريون فهمتي ماشي بحال كما جرينا عليهم بخف حتى حاجه ما كملات لا فلهذا راه ما ديروا شي حاجه ديروها في فرنسا فين كاين التغيير اما في المغرب ما كاين تغيير لا والو المغرب غيبقى غادي كاين بحال هكا اذا بغيو يتغيروا غير شوهوا هاد عباد الله شوهوا وعرفوا لي بونك لي كونت بونكير ديالهم شنو هذا وطلبوا من الحكومات ديال هذا باش يزيروهم من اين لك هذا فهمتي هادشي اللي خصها ديرو فهمتي تصدع علاش تقول لي هذا ولا تقول لي واحد قال لي هذا تضيع وقت قلنا لكم النهار الاول انا ما ندير والو هنا واش انايا شنو انا نجي للبار هنايا تيجي معايا المروكي تيجي الكليان تناخذ مشروبات تنبردو على قلبنا صافي تقول لي انا سكيري هذيك اللعبه قديمه راه سكيري راه تيشرب وراه تيدير ويلي هذيك مالك خلينا وقيتها طيحوا من قيمه السكيري السكيري عنده فلوسه السكيري تيساهم في الاقتصاد المحلي السكيري تيخلص الضرائب كثر من لك وانتم تبغوا تحبوا لك السكيري ديال الزنقه ايش ديال الكويله لا 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 خلينا من ديك المساله نتايا هي دابا نقازها كلها مسكيريه ها هذاك الشيء ما عطاكمش لا كوب دي مون ما تقدوش عليه ما تقدوش تعطي لي دخلات لوك لي كورس ولا المان ولا هولاند ولا انجليز ولا ايرلاند تكاليفاو في لا كوب دي مون يقولوا في المغرب صافي القوادس ديالكم اللي يعمروا وما عندو الحباسه ديالكم اللي يعمروا ويهجموا عليكم نقازي يقول شنو غادي تشدوهم كلهم هذاك غيجيو السكيري تقد عليهم ديك السكيري تقول لي حنا دوله مسلمه واش تدير لي خويا لا كوب دي مون اش ديروا لي تقول لي ما تشرب في القهوه ما تشربش في التيراس سيروا لا كوب دي مون غير حيدوه فتبدلوا الافكار ديالكم ها هما السعوديين دابا دايرين القهاوي دابا تريح فيهم على برا بلا حجاب بلا هذا والموسيقى خدامه ها هما بدا لهم الشيشه ولا شي بشويه بشويه يدخلوا لهم الشراب في السعوديه انا عقلها هما دايرين دابا ها هما ونهار السعوديه تبدا في التوريزم مصر هز الماء ديك دبي هز الماء واش من دول اخرى عندهم التوريزم كاع ديك الدول اللي عندهم التوريزم في الناحيه غادي يهزوا من الماء لان السعوديه عندها الفلوس وعندها تخسر عندها الطبيعه عندها البحر عندها كلشي ايوا راه داروها دابا الفيزا وتعطوا الفيزا سهله غادي يبداو التوريزم ايوا كوشنا داخل فيها كوشنا ها وديك ايفانكا ايوا راه هذيك اسمها كلينتون راه هي غتجي عندكم هاد الايامات كلينتون هي وبنتها وبنت بنتها راه غادي يجيو يجيبو معاهم البنيه الصغيره باش يوريوها
خالتها ما خالتها يوروا الخالده اللي اللي تعيش في المغرب خدك ليها خدها لاري انا غايجروا عندنا هنا تتبعوا على الكتاب ايوا معدا قرب المغرب يهودوا المغرب تمشي شويه ويحنوا للدريه الصغيره زين انا ما يهود مساكن حنوا ليها هنايا وداك الشيء هذا هنا واش ايفان كان مشات تبع كلين تشيلسي وهيلاري والدريه الصغيره نسيت على سميتها قال لها سميتها فلي هذا ما طيعش ليا وقتي الله يرحم باك بقات نيرفيني تقول لي هذا قال ولا ما قال يقول لي بغى يقول فهمتي انا ما عندي خال غير من هذاك وزير اسمه هذاك هذاك وزير الخارجيه تكلمنا مع القنصليات اسيدي اللي بغى يسدو مع جوج يكتبوها لا ما عرفوش يكتبوا انصيت لهم مره يكتب لهم لك هذاك الاغلاق مع الثانيه بعد الزوال ماشي يديروا ربعه واخا ما يديروش فيها وشي دق ما يحلش لك ما راه ماشي مزيان وماشي في المغرب كثير ديك الطاليان ديك الطاليان هذوك الطاليان تقول اللي خدامين في السفاره كلهم بصحاب العداله والتنميه ولا القحاب راه غير لي بيستوني ما عرفوهم كاين اكثر بلي في قيب بن صالح دايرين لهم ديك الخدمه ديال في قيب بن صالح فهمتي انا نقول لك ديك الطاليان ديك السفاره القنصليه كاين في الطاليان تيتكرفسوا على الجاليه ولكن الجاليه شنو هي بلي مسكين في قيب بن صالح شنو مسكين حق لهم انا نقول لك من هنايا هذاك وزير الخارجيه شوف تكلم معاك المكلف بالقنصليات في العالم اه ولوك صحاب كندا هذوك باني فرونسي تا هما تيسوفري تا هما مع القنصليه تيسوفري كان عندهم واحد السيفيات مش شفاره اه زاد الخدامه عندنا خصهم يخلصوها باش يخدموا عندها اه شوف هادي اه خدامه اللي جابت من المغرب هذا جيبهم خصهم يخلصوها باش يخدموا عندها اه من عبد الحرام ضربت الفلوس تشري دار قداش الولد ولا مرات البنت تتقاتل تما انا نقول لك كلشي تيشفر احنا عندنا واحد السيفيات الحداوي ولا مرات ما عرفين ما يكون السيف اللي كان عندنا هذا قبل هذا واحد ديك ما يسواش الحمد لله لو كان شراب المعد الوحيد شراب حيت شراب المره الاولى المره الثانيه وما بقاش يجيو ليه الشخصيات في الحفله ديال عيد الاستقلال ولا عيد العرش ما بقاش يجيو عباد الله اجي شي شربات يقول لي اه مبروك انت بولوكس نشرب المناضه اه الشفار تيضرب الفلوس قال لك المهم كان يخسر على الشراب هذاك الحداوي هذاك الشفار قال لك مشي ترشح في الانتخابات هذاك العداله والتنميه هذاك الحداد قول ماشي قوي عندي الباب الكل ما خسر والو مشاش بيدير ليا عندهم ما يديروا لي انايا هو هذا وتنتمناو لك الاخ شنو هو الاخ اسمه الاخ القناوي هو نتمناو له الصلاح نهار الخميس هو فري سيمو القناوي ها هو هاي تلقوه اخي من شادين اللي ديروا به تلقوه يغني شي اغنيه اخرى زي ما تي يلحق شي 20 مليون فلي هذا الاخوه المغاربه ما نطولش عليكم قال لي واحد علاش ما درتيش لنا قوس انت هذا انا بعقل عليه هاو الناقوس ورك وعود الكرك فهمتيني اه نعم تقول لي انا انا قلت لك شوف الفار قلنا لك انت قلتي لي ما كايناش نديرو بحال داكشي الكره ارجع وشوف واش قلت وما قلتاش your last order please your last order مراكي خذ البيرة خذ اش درتي شتي ديك الوراق ديال بريكزيت بارتي ما تفرقهمش جاوبهم لي انا نشعل ديمهم الحاجه ما تفرقهمش فرق الاخرين ما تفرقش عليك فهمتي ما عندكش شتوك يعيقوا بك يا اللي منظور خدم واحد لاجونسي فرق الاوراق ديال الانتخابات ديال الاحزاب ديك اش غادي يديروا لنا شنو تفرقهم كل مره تمشي فرق مره الحزب غدا الحزب بعد غدا الحزب تمشي تدوروا معاه وكيتي قال الفلوس يدور يجي يخسر لنا في البار بحال حتى شي حاجه ما دارها انا بغيت يبقى لي هذه طول حياته باش من البار يكون الحركه ماشي عندي في البار دي. الله يحفظ عليه اه هو هذا اه كومون فينيش يور درينك لاست اور بليز فينيش يور درينك اند بيس اوف تصدعوا لي كاري الله يرحم باك اه على بساله اخوة المغاربه تنشكركم تنشكركم وتنقول لكم شاركوا بلي حنا غادي نديرو غادي نرجعوا هاد الجمعيه غادي نرجعوها حزب باش حنا نترشحوا في الانتخابات باش يكون عندنا صوت
في البرلمان باش نكون نصوتوا ديروا مهم فيك نتوما نتكلموا نصوتوه اه بالاصوات ديالكم دي اه صوتوا علينا باش حنا يولي عندنا حزب زين يولي عندنا حزب سياسي اه نقلبوها من النميمه والتفريق للسياسه هي اللي بحال بحال هما قبل يضحكوا علينا وحنا نضحكوا عليهم لهنايا ايوا نشوف شكون داير بحال ما عندي انا عندي التقاعد ما عندي والو بغا يقول لي ما عندهم يعتبروا لي لا كريمه لا كريمتين والو شي قولوا انا بارك هنايا صافي ما عليه لا بغيتوا لنا شي شويه ديال الشراب ويتحلوا لي في المراكية حتى شي رخصه باش يحل شي بار حدا دارهم ليه لان موت وحشاتو وبنت خالتو مازال تسنى باش يتزوج بها عندنا 40 عام ما عليناش انا ماشي سوقي فلهذا الاخوان المغاربه هذا قلت لكم هذا في لاس اوردر بيس فينيش درينك اند بيس اوف وصافي وانا غندير لكم المراكي اجي حدايا اجي حدايا باش تعرف ليا اش نقول ها شاركوا ابوني سبسكرايب بارتاجي شير شاركوا فرقوا باش تقولها ايوا لو كليك كلاك وعاود نكرك والصباح على خير وليله مباركه ايوا تنحيوا الاخوان اللي بغى يتكلم عندكم حريه التعبير يقولوا اللي بغى تقولوا انا ما غنتقلقش وانتم ما تقلقتوا صباح على خير الله يطول لنا عمركم